مساء الخير. نشاط نادر لافت تشهده المنطقة قد لا يكون بعيدا عما جرى في إيران وقد يكون استباقا لتداعيات هذا الحدث. الرئيس مبارك في جدة فجأة لمباحثات مع العاهل السعودي، والعاهل السعودي في شرم الشيخ بعد ساعات من لقاء جدة لمباحثات مع الرئيس المصري انضم إليها العاهل البحريني، فيما نجل الملك السعودي في دمشق تمهيدا لزيارة مرتقبة قد يقوم بها الملك السعودي إلى العاصمة السورية، فيما مستشار الرئيس الفرنسي في العاصمة الفرنسية وقائد القوات المركزية للجيش الأمريكي ديفيد باتريوس في بيروت يحث على تشكيل الحكومة بأسرع وقت. لماذا هذه السرعة؟ هذا الجهد العربي لتثبيت وفاق داخلي قالت باريس أنها ستسعى لإنجاحه. لماذا فجأة يتقدم الملف الفلسطيني الداخلي؟ ولماذا تسرع إسرائيل إلى إصلاح ذات البين مع واشنطن؟ أسئلة لا تبتعد عن الحدث الإيراني وعن تداعياته. نقاش في راهن المنطقة مع الباحث والمؤرخ الدكتور بشير موسى نافع. أهلا بك دكتور بشير. أهلا بك. طبعا أنا حاولت قدر الإمكان أن أدعي أن هناك علاقة ما بين هذه الهمة في المنطقة وبين ما جرى في إيران، لكن أيضا هناك شيء لافت وكأن هناك شيء يرتب. نريد إغلاق الملف الفلسطيني على الأقل بحدود الدنيا، إغلاق الملف اللبناني، هذه القمة الرباعية التي يقال أنها ستكون بين الرئيس الأسد والرئيس المصري والرئيس الملك السعودي والرئيس اللبناني، وقد ينضم أيضا رئيس الحكومة الجديد سعد الحريري إلى هذه. كل ذلك يدعو إلى كثير من الأسئلة، إضافة إلى التفصيل الكبير في العراق، الانسحاب الأمريكي من المدن. وهل كل ذلك بانتظار شيء معين، ترتيبات معينة لها علاقة بالأمر مع إيران؟ بعض هذا له علاقة بالوضع في إيران وبعضه لا علاقة له. طلع على كل الملفات، لكن ابتداء من مصدر الحدث وهو إيران. حضرتك مراقب للشأن الإيراني ومراقب أيضا لما حدث أخيرا، تحدثت عن مفاجأة في لبنان، أيضا كان هناك مفاجأة في إيران، ليس فقط الانتخابات لكن ما بعد الانتخابات. هل فوجئت شخصيا؟ هذا سؤال مهم. إيران بلد في غاية الأهمية، يعني على المستوى الجيوبوليتيكي إيران بلد في غاية الأهمية، على مستوى تغير الخطاب، مستوى الخطاب لن يتغير. وعلى كل حال في أحيان كان في مبالغة في تقديرنا للخطاب الإيراني، بمعنى أنه نحن نعرف أنه أحمد نجاد اللي هو يعني يوصف بالراديكالي والمحافظ وأنه الذي يأخذ الاعتبارات الدبلوماسية دائما في الحسبان، هذا هو الذي بدأ المحاولة يعني الاتصال مع الإدارة الأمريكية، وأنه في ظل ولايته عقدت لقاءات أمريكية إيرانية بشكل منتظم أحيانا فيما يتعلق في أفغانستان وفيما يتعلق مسائل أخرى، وأن اللقاءات بين الأوروبيين المهتمين بالملف النووي الإيراني والوفود الإيرانية لم تتوقف طوال هذه الفترة. معنى أنه كان في، أنا أعتقد في مبالغة. إيران أولا، ممكن بعض أطروحات المعارضة تحدث عن إيران أولا بمعنى الاهتمام بالشأن الداخلي البيتي الإيراني على حساب علاقات مع الخارج، مع العلم أنه أيضا السلوك الحالي لإيران هو إيران أولا في علاقتنا مع حزب الله، في علاقتنا مع حماس، في علاقتنا بالشيعة في الخليج، في علاقتنا في سياستنا في العراق، أيضا هناك إيران أولا، ومن كل دولة إيران أن تكون أولا. شوف، كل دولة في العالم، كل دولة في العالم عندما يعني عندما تضع سياسة معينة على مستوى الخارج تنظر إلى مصالحها. مفهوم هذه المصالح يختلف إذا كان في نظام ذي طابع، إذا كان في نظام يعني طابعه قومي إيراني، أو إذا كان في نظام طابعه إسلامي ويؤمن بأنه في هناك تضامن إسلامي في المنطقة، ويؤمن بأنه في هناك علاقات تاريخية وثيقة مبنية على الرابطة الإسلامية في المنطقة. يعني أنا دائما كنت أقول أنه السياسة الإيرانية فيها في داخلها في عدة أبعاد، في بعد الجامعة الإسلامية، في بعد القومي، وفي بعد الجيوبوليتيك الذي ليس العلاقة بمن يحكم. إذا أنت أضعفت البعد التضامني الإسلامي وعززت البعد القومي وضخمت من الدوافع الجيوبوليتيكية، فأنا أعتقد أن هذا سيكون يعني
هذا سيكون أمر بالغ السوء على مستوى العلاقات العربية مع إيران، بغض النظر عن أي طرف من العرب نحن نتحدث، يعني راديكالي معتدل، العرب ككل سيعيشون فترة ليست مريحة في العلاقة مع إيران. وفي معسكر المعارضة هذه الأصوات سمعت، يعني عندما تسمع إيران أولا، وعندما تسمع انتقادات كروبي لأحمد نجاد في متعلق بمجلس التعاون الخليجي والعلاقة مع البحرين، لابد أن تربط يعني هذين ببعضهم البعض. ونحن نعرف كل الذين قالوا مصر أولا والأردن أولا والسعودية أولا، ما الذي كان يعني هذا؟ لم يكن هذا يعني التركيز على الشأن الداخلي فقط، وإنما كان يعني التركيز على الشأن الداخلي ومزيد من التنافر مع الأشقاء في الخارج. بالقسم الثاني سنحاول أن التغيير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، أنا أعتقد أنه بدأ ببطء منذ الشهور الأخيرة لإدارة بوش. يعني أصبح واضح أن سوريا يعني صمدت صمود كبير في أثناء السنوات العاصفة لإدارة بوش، وأن النظام السوري ليس في طريقه إلى الانهيار. فبدأ التغيير. نعرف أيضا أنه هذا كان أحد توصيات تقرير بيكر هاملتون كما تذكر. بدأ في تغيير ولو بطيء وعلى خجل في الشهور الأخيرة من إدارة بوش، ولكن أوباما جاء إلى الحكم، المجموعة التي حول أوباما جاءت إلى الحكم بوعود واضحة وقاطعة تغيير المقاربة الأمريكية تجاه سوريا، بغض النظر عما إن كان هذا يعني تغيير الأهداف الأمريكية أو لا تجاه سوريا، ولكن المقاربة طريقة التعاطي مع سوريا والدور السوري وهكذا. هذا الأمر أنا لا أعتقد أن له يعني علاقة كبيرة بما يحدث في إيران، وإن كان ربما بعض الناس في الإدارة الأمريكية يظن أنه أيضا أنه وجه الجمهورية الإسلامية قد خدش. هذا أمر يعني ليس فيه هناك شك. الهيبة والتأثير المعنوي للجمهورية الإسلامية في المنطقة قد تأثر. موضوع حل الدولتين لن يؤثر على حماس سلبا ولا إيجابا، ولا على أبو مازن سلبا ولا إيجابا. كلاهما سيعاني سلبا لأسباب أخرى، ويحرز ربما تقدم إيجابي لأسباب أخرى، لأن هذا الموضوع أصبح خارج